اهلا بحضراتكم من جديد. انضم لي طبعا ضيف كبير، ضيف جميل قوي، ضيف شاهد على عصور النادي الاهلي او معظم عصور النادي الاهلي، السياسي والرياضي، العميد محمد بدر. اهلا بحضرتك. اهلا بيك يا فندم. يعني المفروض انا اقول كلام كتير قوي طبعا، يعني ارحب بحضرتك، يعني كلام طبعا يعني قليل على حضرتك، طبعا حضرتك تستحق الكثير. ربنا يحفظك يا فندم، انت اديتنا اكتر من حق. لا لا بالعكس طبعا، كتر خيرك، منور الدنيا. ربنا يحفظك يا فندم، ربنا يحفظك. الاهلي مجرد 90 دقيقه مباراه، ولا الاهلي هو حياه لمعظم المصريين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. انا بس الاول، لا انا يعني ادخل كده وبعد كده انت بس ابتداء كده لازم طيب. اعبر عن سعادتي البالغه باللي انا شفته في القناه النهارده. يعني حاسس ان هناك قناه تليق بالنادي الاهلي من حيث اللي انا شفته في الاستعداد ليها والاستوديو وكيف يجهز والقائمين عليه وحبهم وعشقهم للنادي الاهلي. لانه يا كابتن، وانا قبل ما انسى انا لازم اتوجه بالشكر، اشكر حقيقه وبالتحيه كل القائمين على هذه القناه. ده مش معناها دي ده يعني اقصى ما نتمناه، احنا بنقول كبدايه طبعا. احنا انا بتوجه بالشكر لكل اللي بيشتغلوا في القناه دي، وانا سعيد وفخور اضافه لسعادتي وفخر بان انا الحمد لله رب العالمين، نعمه وفضل من عند ربنا ان انا اهلاوي، ان انا اشوف قناه تليق بالنادي الاهلي، ومستقبلا اعتقد ان هي هتحقق اللي احنا كنا نفسنا فيه. لان انا رايي، شوف، قناه الاهلي جمهورها جاهز. انت عندك في مصر مصريين 92 مليون، عندك منهم 85 مليون مصري اهلاوي. اهلاوي، فانت جمهورك ال 85 مليون دول جاهزين لك. كونهم انه يعني يتابعوا اي احداث خاصه بالنادي الاهلي بره القناه دي، اعتقد ده يبقى خطا. وبالتالي انت لازم برضو نرجع تاني ناكد ان الاهلي عمره ما كان مجرد ماتش كوره. ماتش الكوره ممكن يكون تعبير عن حب جماهير الاهلي ليه، لكن النادي الاهلي بالنسبه لنا كيان، كيان انساني وكيان وطني. لان حتى التعبير العبقري اللي قاله الكابتن صالح سليم الله يرحمه، الله يرحمه، ان الاهلي فوق الجميع، هي اصلها الـ 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 الاهلي بجمهوره وجمعيته العموميه فوق الجميع. ويمكن انت عارف الاهلي عنده حلقات كده، عنده جمهور كبير قوي، او زي ما قلت لحضرتك اعتقد 85 مليون اللي ما كانوش يزيدوا، بالاضافه بقى للمصريين اللي في الخارج، بالاضافه لاشقائنا العرب في كل الدول العربيه. احنا بنعتبر ان الجمعيه العموميه هي برلمان جمهور الاهلي. تمام. يعني دايما بنعتبر ان الجمعيه العموميه هي انعكاس لجمهور الاهلي. تمام. ويمكن انا واحد من الشعب المصغر. ايوه يعني. برلمان حقيقي. تمام. ويمكن انا يعني برضو للتذكره، انا في تقديري انا الشخصي ان الجمعيه العموميه النادي الاهلي هي الاهلي، هي اللي فرضت اللي بنسميه دايما فكره اخلاق الاهلي وقيم الاهلي ومبادئ الاهلي ومثل الاهلي. حصل نوع من التناغم زي نظريه الاوان المستطاقه بين الجمهور الاهلي وجمعيته العموميه، فصارت الجمعيه العموميه بتمثل منظومه اخلاقيه انا رايي انها نادرا ما تتواجد في اماكن اخرى. تمام. وده برضو جزء من ارتباطنا بالنادي الاهلي. يعني انا ازعم ان الجمعيه العموميه النادي الاهلي عندها معايير حتى في اختيار اللي بيديروا النادي، عندها معايير. ولذلك انت لما تقعد تراجع كل انتخابات النادي الاهلي، وانت حضرتك كنت في يوم من الايام احد نجوم النادي الاهلي، لا انت تدخل ايام ما كان نادي مقر واحد اللي هو نادي الجزيره، تمام، عمرك لا تسمع لفظ خارج ولا تسمع حد بيحتك بحد، بتحس انك انت داخل في اسرتك. دي حقيقه. وفي اهلك. وبالتالي دايما لما يجوا حد يقول لك ايه يا عم انتوا كل ما تكلمونا على اخلاق الاهلي، هم متخيلين ان اخلاق الاهلي ده متعلق بال 90 دقيقه. مش صحيح. اخلاق الاهلي جمعيه عموميه انعكاس لجمهور كبير جدا عندها معايير اخلاقيه، سواء في تشجيعها او في اختيارها لمجلس ادارتها. ويمكن انا واحد من اللي عاصروا انتخابات كتير قوي في النادي الاهلي قوي. في سمات في الجمعيه العموميه، احنا ممكن نبقى مختلفين على سين او صاد في المرشحين،
لكن مجرد تنتهي الانتخابات اخوات واصدقاء لا عمري شفت في النادي الاهلي لوبي ولا مجموعه مصالح. انا مش بقول ان النادي الاهلي ده يعني مكان خالي من الاخطاء، مش صحيح، لكن طبعا اذا بتقيسه بالمقاييس الانسانيه على اماكن كثيره جدا، لا النادي الاهلي يستحق انه يعني لو في درجه فوق الامتياز تبقى تستحقها الجمعيه العموميه للنادي الاهلي حقيقي يعني بامانه. اكيد اكيد. يعني ده السؤال او المدخل اللي هيخليني اسال حضرتك، هل الجمعيه العموميه بالنادي الاهلي قادره، يعني مش عايز اقول اللفظ يعني مش عايز اللفظ قوي، ان هي توقف قرار من جهه اداريه بتعيين اعضاء معينين؟ اه طبعا. اصل خلينا نرجع تاني نتكلم بشكل عام. الجمعيه العموميه للنادي الاهلي هي كيان النادي الاهلي، هي صوت الجماهير، هي كيانه. هي كيانه، كيان النادي الاهلي. انت لما نيجي نقول الاهلي، هو الاهلي مش مجرد مباني، الاهلي كيان انساني بالدرجه الاولى، تمام، بينعكس في جمعيته العموميه، وهي صاحبه المصلحه الحقيقيه في النادي، هي التي هي السيد في النادي. الجمعيه العموميه هي السيد في هذا النادي، هي التي من حقها ان تقول نعم ومن حقها ان تقول لا، ان تقبل وان ترفض، ويصبح امرها نافذ في كل الاحوال. انا بتكلم عن الغالبيه، مش بتكلم عن شخص او اشخاص. فتستطيع طبعا تستطيع كتير يعني. وانا بتكلم عن انا واحد من الجيل اللي اتفرج على العظام يعني، اتفرجت على الدزو في الملعب، واتفرجت على عبد الجليل في الملعب، اتفرجت على صالح سليم في الملعب طبعا، ما انا مش اتفرجت يعني على رفعة الفناجيلي في الملعب طبعا. الاسئله بتاعتنا كتيره مع حضرتك، لكن طبعا وبالتالي هذا التاريخ في الاخر بينعكس عندي نوع من الافتخار ان انا اهلاوي، ان انا منتمي لهذا الكيان. مش اهلاوي كوره بس طبعا، انا اهلاوي كوره بالقطع، لكن انا اكثر قناعه وفخرا وسعاده بان انا بنتمي للكيان ده، حتى وانا جمهور، حتى وانا طفل صغير كده اقعد الح على ابويا الله يرحمه ان انا كان انا من بلد فلاحين جنب مدينه كفر ذات اسمها اكوا الحصه، فكان اقرب بلد لينا اما ان النادي الاهلي يجي يلعب في كفر الذات في اول الستينات او يلعب في طنطا. اذا وفي بعض الاحيان كان يعني بيتفضل عليا الوالد الله يرحمه ويجيبني المصري يفرجني. فانا مش عايز، انا حتى مش واعي انا امتى بقيت اهلاوي يعني. يعني يبدو ان انا وانا في بطن امي يبدو ان هي في الحبل السري بتاعها كان بيغذيني اهلي يعني. لوننا لون الدم. وايضا يا كابتن، انا في تقديري ان النادي الاهلي كمان كيان وطني حتى نشاته اصلا يعني. وده ممكن نتكلم فيه فيما بعد، لكن انا طبعا نادي الجمعيه لما تقدر توقف اي قرار طبعا تستطيع، لان لا يملك احد في العالم ان يفرض على الجمعيه العموميه ما لا تقبله. الجمعيه العموميه بالنادي الاهلي هي رقم واحد بقوه الجماهير وبقوه الكيان طبعا. ولذلك انت 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 حضرتك اكيد شفت انتخابات كتير للنادي الاهلي طبعا. ايه النموذج ده؟ ايه النموذج ده في الاداء في الانتخابي؟ لا تلاقي حد بيتطاول على حد ولا حد بيحتك بحد، ايا ما كانت المنافسه، ايا ما كانت. يعني انا فاكر اول انتخابات او اكثر انتخابات انا كنت فيها عن قرب، لانه فتره خدمتنا في القوات المسلحه ما كانتش تسمح كتير ان احنا نبقى متواجدين، اللي كان فيها الخلوق كابتن عبد الصالح الوحش. وانا يعني هذا الرجل لابد ان نذكره بكل خير، هذا كان نموذجا في حتى في 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 الخلق العالي والديمقراطي. وانا يمكن كنت قريب منه في الانتخابات دي. انا قعدت اتفرج على الانتخابات، تمنيت بامانه يوميها، والكلام ده كان على ما اذكر في 88، لان انا كنت حاضر الفرز، كان في الصاله اللي حضرتك تفتكرها طبعا اللي جوه المبنى الاجتماعي طبعا، وازاي بتتفرج الصندوق صندوق علني في الميكروفون. انا تمنيت ان مصر يحصل فيها اللي انا بشوفه في النادي الاهلي. طب طالما دخلنا في حته السياسه، خليني اسالك سؤال. طبعا حضرتك سياسي كبير، لازم اسالك السؤال ده. هل الرياضه في العالم كله او كره القدم تحديدا في العالم كله سويست؟ ولو سويست بنسبه كام في الميه؟ شوف، سويست لما يبقى في بعض السياسيين او الانظمه الغبيه بتختبئ خلف بعض الانتصارات. يعني طبعا سويسة استخدمت كمان ووظفت يعني يمكن انا مش عايز في اول لقاء ليا في الجزيره، في قصدي في الاهلي
جزيره عشان كلمه دايما الاهلي في جزيره ده مرتبط بذهننا ان انا اقلب الرياضه للسياسه لانه انا شايفه ان السياسه في النادي الاهلي لا ما كانش عليها تحدي لا انا بتكلم على الاداء بشكل عام تمام. هو سياسه بس من طراز اكثر رفعه يعني ما يمارس في النادي الاهلي من حق اعضاء الجمعيه العموميه في ان هم يختاروا في ان هم يختلفوا في ان هم يتفقوا انا قلت لحضرتك اتمنى هذه الصوره اللي انا بشوفها في النادي الاهلي تنعكس على مصر كلها ده مش صحيح لكن بتمنى يعني مع الاسف الشديد يا رب برضه اروح لحضرتك بسؤال مهم جدا بالنسبه لي انا طبعا وبالنسبه لاراء او بالنسبه لمعظم جماهير النادي الاهلي هل مجلس الاداره الحالي اتظلم بالمقارنه مع مجلس الاداره السابق؟ لا خالص انا بالعكس انا شوف وانا طبعا انا كل مجلس اداره اشتغل في هذا النادي لابد ان نكن له كل احترام وتقدير طبعاً. لان الاهلي انجازاته دائما متراكمه لا هيجي في يوم من الايام تاريخ الاهلي في اي لحظه من التاريخ لا تقدر تقول فلان او علان لكن هتلاقيها حلقات متكامله من اول احنا موعينا على سياده الفريق عبد المحسن كامل المرتجي رحمه الله عليه مرورا بالكابتن صالح مرورا بالكابتن عبد الصالح الوحش حتى الكابتن حسن حمدي انتهاءا بمنصور محمود طاهر انا في تقديري انا الشخصي يعني وهذا كلام بامانه شديده ولا بد ان نعترف بانها انجازات متراكمه ومتتابعه لا تنسب لاحدهم لكن انا في تقديري انا الشخصي ان المهندس محمود طاهر احدث طفره في الاداره تمام ولا بد ان نعترف بهذا محمود طاهر عمل انجاز في تقديري انا شخصيا كاهلاوي اكتر من 40 سنه ما كنتش اتخيله هكلم حضرتك في انجازات المهندس محمود طاهر لكن انا كان سؤالي في الاول سياده العميد وخليك تكمل كلام حضرتك طبعا المقارنه كانت في الاول انا اعتقد المقارنه كانت ظالمه جدا للمهندس محمود طاهر لانه بيتقارن بحاجه او مجلس كان له من القوه والنفوذ من اعلى ما يكون لما مسك المهندس محمود طاهر بدات الناس تقول فين لسه والدنيا ما كناش ملاحظين فتره الانتقالات اللعيبه اللي مشيت القوه والنفوذ الاحلال والتجديد اللي حصل في الفريق عشان كده كان ده سؤالي ليك تحديدا هل هو ظلم في الاول بالمقارنه بينه وبين المجلس السابق لا كان هناك من يحاول ان يشوشر على مسيرته تمام مش ظلم لكن كان في حد بيحاول بقدر ما يستطيع انه يعمل نوع من التعطيل او نوع من الشوشره او نوع من الـ من الـ من الـ من, الـ من محاوله ان يدفع هذا المجلس لان يتعثر ودي كانت جديده لكن برضو يعني كانت جديده لاسباب كثيره جدا يمكن انا عندي مشكله باعتباري حتى فلاح انا فلاح زيي انا ما بعرفش اعض البيت اللي انا بنتمي له احنا يعني انا استنى بس اقول لك يعني فضل. انا طبعا احنا كلنا ندرك حقائق كثير من الامور لكن انا يعني مش عايز اغرس فيها قوي لان انا بعتبر ان كل من تحمل مسؤوليه في هذا النادي كل من تحمل مسؤوليه في هذا النادي ايا ما كان موقعه ادى دوره تمام اخطا هذا حق التجربه الانسانيه لابد ان يكون فيها الخطا تمام احنا كبشر قد يكون هناك نوع من بعض الغيره او بتاع هذا محمود طالما هو لا 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 يؤدي الى ان تكون غيره شريره. ف يعني انا مش عايز اغرز كتير قوي لان انا بقول لك كل من تحمل مسؤوليه في النادي الاهلي من اول فرد الامن اللي واقف على الباب لكل صاحب منصب تنفيذي لكل صاحب منصب تطوعي انا رايي انه ادى دوره في النادي الاهلي اختلفت مع بعضهم كثيرا واتفقت كثيرا لكن في الاخر هم اشقاء هم اولاد النادي الاهلي أكيد. زيهم اكيد ودي قيمه النادي الاهلي اكيد طبعا دي شوف هي دي قيمه يعني ايه اخلاق الاهلي ما هي دي ان نختلف بينه وبين بعض نختلف جوه النادي جوه اسوار النادي نطلع بره سور النادي هو اخويا كان اول مره نطلع بره سور النادي في الانتخابات اللي فاتت كانت اول مره نطلع مشاكلنا بره سور النادي لما الدنيا طلعت لقضايا وطلعت لحاجات ما كانش ليها اي لازمه خالص تفتكر الكلام ده كان لمصلحه مين انت عايز الكلام اللي بجد انا لازم اصلا لازم استفيد بحضرتك ما عايز يعني الكلام اللي بجد عايز الكلام اللي بجد ولا طبعًا. طيب عشان مش عايز ادخل في اسماء لكن انا في تقديري انه كان هناك نوع من التصور عند البعض
ان رئاسه النادي الاهلي اصبحت حكرا على كبات اللي زي حضرتك. يعني خلاص اوكي انا طبعا فعلا. طبعا انا لا احد يقارن في تاريخ اللعبه بالكابتن صالح سليم. تمام. مش كلاعب بس، صالح سليم شخصيه متكامله. يعني انا افخر ان انا كان رئيس النادي اللي انا بنتمي له صالح سليم، باعتزازه بنفسه وبكرامته وبرجولته وبالتزامه بالحق. الجماهير ربطته بالنادي، ربطت شخصه برمز النادي. يعني انا بعتبر ان 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 كابتن ان الفريق صالح عبد المحسن كامل مرتجي دخل النادي الاهلي في وقت صعب جدا. بقول لك انا شاهد على العصر اللي هي الفتره اللي كان فيها الاهتزاز للنادي الاهلي في الستينات، ولذلك انا بعتبره احد الاباء المؤسسين لمسيره مجلس اداره النادي الاهلي. كابتن سياده الفريق عبد المحسن كامل مرتجي هو احد الاباء المؤسسين بالمعنى الحقيقي، ولا استطيع ان ينكر احد هذا. لكن اللي حط اللمسات الاخيره في اللوحه اللي بتعبر عن النادي الاهلي واللي حطها باتقان صالح سليم. يعني لا يستطيع احد ان ينكر. وعايز اقول لك عشان بس يبقى الكلام واضح، يعني في كثير من الاحيان انا كنت ممكن في الانتخابات ابقى مختلف مع كابتن صالح، لكن اعرف قيمته طبعا واعرف قدره واعرف الدور اللي اداه في النادي الاهلي طبعا كصالح سليم. لكن من 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 صالح سليم بـ 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 بالهاله اللي كان فيها، بشخصيته الجباره، بثباته دايما على صراحته وعلى رجولته وعلى مبادئه، مع الاسف الشديد كثير من اخواننا في اللعبه تصوروا ان، خصوصا بعد ما جه كابتن حسن حمدي، ولا يستطيع احد ان ينكر ان حسن حمدي له انجازات هو وكابتن محمود الخطيب. وانا برضو ايضا قد اكون اختلفت في الانتخابات مع كابتن محمود الخطيب، لكن انا بامانه شديده محمود الخطيب يوم ما بطل انا بطلت اروح الاستاد. يعني انا كنت بروح الاستاد يعني مرتبطا لفترات زي شان كل الاهلاويه والزملكاويه. محمود الخطيب ككره بيمثل لنا حاجه تمام. حاجه مهمه يعني تمام. لكن انا على فكره الاختلاف سنه كونيه طبعا، مش خطا طبعا، لكن يمكن زادت شويه، زاد معيارها شويه في مع مجلس الاداره، خصوصا في خلال السنتين اللي فاتوا دول. لكن هنا عظمه الجمعيه العموميه، انها استطاعت ان تضبط الايقاع. هنا قيمه الجمعيه العموميه للنادي الاهلي، انها قدرت تضبط الايقاع، وحينما رات يعني شافت بعينيها الانجاز اللي عمله مجلس الاداره الحالي برئاسه المهندس محمود طاهر. وانا رايي ان محمود طاهر قيمته الحقيقه، انا اول مره اشوف رئيس نادي فواعلي بالمعنى الحقيقي. فواعلي صالح سليم، حلو اللفظ ده جدا. لا ده حقيقه. انا 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 يعني لا معنى لما اعرف المجامله يوما. يعني صالح سليم باسمه وكيانه وهيبته وشخصيته عمل كتير جدا، كذلك الفريق مرتجي، وكذلك كابتن حسن حمدي بموقعه. لكن انا ازعم ان اللي اشتغل فواعلي في النادي الاهلي بالمعنى الفواعلي الحقيقي كرئيس نادي، يعني سابه يعني نسي انه رئيس نادي ونسي انه يعني انه برستيج ومعرض زي ده، واشتغل في بايده المهندس محمود طاهر. ولذلك هنا جمعيه عموميه بتدرك يا كابتن. يعني لما حسوا في لحظه من اللحظات ان هذا المجلس مهدد، مش مهدد من ان حد يعني بيتامر ضده او قد تكون عدم انسجام في الكيمياء زي بيقولوا بالظبط، هي كانت فتره انتقاليه على مصر كلها، وانه بالظبط كده، وانه ممكن ده يهدد مسيره. انا شخصيا واحد من كثيرين من اعضاء الجمعيه العموميه للنادي وجمهوره شايف انها مسيره مقبله على مرحله نجاح، وهذا مؤشر اهو طبعا. يا اخي انت دلوقتي من نادي مدين ب 100 تقريبا 170 مليون جنيه لنادي في فائض 250 مليون جنيه ما شاء الله. ولاول مره انا اعتقد ان هذه سابقه لم تحدث في اي نادي في تاريخ مصر بالمطلق كده. وبعدين انا اعمل مقر في التجمع، مقر في الشيخ زايد، وحاجه هايله يعني. يمكن المقر مدينه نصر قريب مني باعتبار ساكن مصر الجديده، والناس بتشوف كل يوم اللي بيحصل في مقر مدينه نصر واللي بيحصل في مقر الشيخ زايد، وان مجلس اداره النادي الاهلي يروح يدفع 10 مليون جنيه عشان يشتري ارض في الشيخ زايد. انا بعتقد ان النادي الاهلي في يوم من الايام هيبقى له مقر في كل مدينه في جمهوريه مصر العربيه. ده الشيخ زايد مع حضرتك على الهوا اهو، ده المقر بتاع النادي في الشيخ زايد. يعني انجازات زي ما حضرتك بتقول يا فندم. يعني خليني برضو اروح لك بسؤال لسياده العميد. متى تخوف سياده العميد محمد بدر على النادي الاهلي؟
انا تخوفت. انا اشوف انا النادي الاهلي بالنسبه لي صوره مصغره من مصر، ما بخافش عليه قوي يعني. تمام. لكن ممكن اقلق. ممكن اقلق. لما حسيت ان قد يكون هناك ما اثير سواء من سواء كانت حقيقه ام اشاعات، ان المهندس خالد عبد العزيز وانا في بالضروره لابد ان احييه. لان احنا لما خطبنا المهندس خالد عبد العزيز وتراسلنا معاه ووصلنا له صوتنا كاعضاء الجمعيه العموميه، انا اعتقد انه استجاب. لانه اذا احنا اختلفنا لحد الفراق كما يقولون في التعبير، لحد الطلاق يعني، ما ينفعش. طالما احنا مختلفين، احنا كلنا اولاد الاهلي طبعا. تمام. لا فضل لاهلاوي على اهلاوي يعني الا باخلاصه للنادي الاهلي. تمام. مش بحاجه تانية يعني. تمام. لكن اذا احنا ما اتفقناش، فمش بالضروره ان نعيد مره تانية النادي الاهلي لدوامه الصراعات. الاهلي عمره ما كان فرجه. الاهلي عمره ما كان فرجه. انا خفت لما لقيت الاهلي مجلس الاداره مجتمع واخباره على الفضائيات. ودي كانت حاجه جديده على طبعا عمرها ما حصل في تاريخ الاهلي. بالظبط. يعني كان الاهلي ممكن في مجلس الاداره يعملوا اللي هم عايزينه، وانا يعني عندنا منه حكايات كتير، لكن يخرج بره اجتماع مجلس الاداره قرار المجلس ملزم للجميع. لكن ان انت تبقى انا ابقى النادي الاهلي عامل اجتماع وانا فاتح بتفرج على احد الفضائيات دون الدخول في اسماء يعني، وياما بقى كان كل واحد داخل سوق المزاد. كان ماده سهله للاعلام. لا لا لا، انا ما اعتقد ان بعض الناس دخلت سوق المزاد بقى يعني. كان عندها ظن ان المجلس وقع او على وشك السقوط. وعلى فكره الانتخابات اللي جرت، وانا كنت احد المسؤولين في اللجنه اللي ادارت الانتخابات اداريا، هي من يعني مش عايز اقول لحضرتك من ارقى ما اديرت عمليات الانتخابيه فيها. اعتقد ان الاول مره في تاريخ اي انتخابات في جمهوريه مصر العربيه، سواء انتخابات عامه او انتخابات خاصه او انديه او نقابات، تيجي لجنه من 3 افراد، كان المرحوم امثل عبد العال الله يرحمه والعميد مجدي ياسين وانا، وقعنا على كل الصناديق صندوق صندوق، خشيه انه فيما كان يردد من اشاعات ان الصناديق ممكن تتغير. وبرغم من كده هناك من حاول انه يشوه الانتخابات دي تحت ظن انه في لجنه قضائيه بتدير، مش احنا كنا بنقدم الخدمه الاداريه. تمام. لكن هي قالت هو الـ مع الاسف برضو انا رايي ان لابد ان يستدرك في المره القادمه، لما احط الرئيس ونائب الرئيس وامين الصندوق او مجلس الاداره في ورقه واحده، انا رايي ان هذا الورق بالشكل ده مخالفه. انا عايز انتخب رئيس وانتخب نائب تاني، انا حر. فانت تقول لي الصوت باطل، لو انا ادليت بصوت باطل اخترت حد باطل في ده، يبقى انا قضيه الورقه كلها. يومها اللجنه القضائيه قررت انه الفصل لانه، وهذا امر طبيعي يا اخوانا، امر طبيعي جدا. انا عايز انتخب رئيس وانتخب نائب تاني، امر بديهي، امر بديهي. وانا رايي لابد ان يستدرك في الانتخابات القادمه. الرئيس منصب طبعًا. نائب الرئيس منصب طبعًا. مجلس الاداره منصب طبعًا. امين الصندوق لو منصب لوحده طبعًا. يختار باسمه طبعا. ولذلك لابد لكل حد دول في ورقه لوحده، عشان ما نخشش في حكم المحكمه بالابطال. والمحكمه بتقيس على قانون غير. لان هي المحكمه في الاخر بتلاقي ورق بالظبط، مش كده؟ بتحكم بالورق اللي اتحط قدام. قانون. قد يكون القانون اللي هو عدل ماشي قدام، فحكمت بالقانون القديم بالظبط. لكن مع الاسف يمكن انا مش عايز افتكر الفتره دي، لانه هناك من اساء واساء بشده للانتخابات الاهلي والجمعيات العموميه ولمجلس الاداره. مش عايز ادخل في اسماء يعني. تمام. ان الله يعني انا فرحتي بالقناه وفرحتي بالانجاز اللي بيتم في النادي الاهلي وفرحتي بالانجاز اللي بيتم في المقرات، وان انا حاسس ان في اهلي بيعيد تجديد دماء ويعيد تجديد نفسه، وزي شان كل المؤسسات الكبيره يعني. المؤسسات الكبيره ما بتموتش، المؤسسات الكبيره تجدد نفسها دائما يعني. بالظبط بالظبط. بحيويتها. بالظبط. فبما ان انا سعيد بان الاهلي في الحاله اللي هو فيها دي، فانا مش عايز. ان شاء الله ان شاء الله لسه هتشوف ان شاء الله المزيد، وطبعا ده عشان كمان جماهير النادي الاهلي ان شاء الله يشوفوا المزيد. يعني اصعب قرار خدته الجمعيه العموميه. شوف انت، اصعب قرار في رايي انا في تقديري الشخصي، لما احنا قلنا لا ما ترجعش المجلس كله. ليه؟ لانه
ربما يفهمها البعض ان انت مع حد ضد حد، وده مش صحيح. يعني انت لا احنا مع حد ضد حد، ولا احنا لنا، احنا بنختلف ونتنافس، لكن ما احناش اضداد، يعني ما احناش بنتصارع يعني. لكن كان خوف على ان لا يكون هناك تناسق او نوع من التفاهم. والتفاهم مش معناه عدم الاختلاف، الاختلاف سنه طبعا. واذا ما اختلفوش، اذا القائمين على الامر ما كانش بينهم خلاف وكل واحد حر في ان يقول رايه بمنتهى، مش هيبقى في نجاح، مش هيبقى في نجاح طبعا. فهنا المساله ما كانتش لان فيها اختلاف حد مختلف مع حد، لا، لان مع الاسف الشديد الاداء اللي سبق حكم المحكمه انا رايي انه ما كانش يليق بالنادي الاهلي من بعض الناس يعني. فانك انت تيجي تقول لا، ما دول ما يرجعوش مجلس اداره، في رايي ثقيله، لانه في الاخر اخوك يعني. تمام. بس انت بتقول لاخوك لا، اقف ما عندك، الله يخليك، انت بدل ما الدنيا تبوظ خليك مكانك. تمام. سياده العميد، هعرف راي حضرتك في التجديد لمجلس الاداره سنه بعد ما ناخد التقرير ده، ونشوف راي الجمعيه العموميه في التجديد لمجلس الاداره. اتفضل. سنه نشوف التقرير ونرجع لكم على طول. اتفضل. فوق الجميع. انا شايف القرار ده طبعا صائب، لان بيدي فرصه للكابتن محمود طاهر ان هو يكمل المسيره اللي هو شغال بيها. طبعا في انجازات معموله احنا لامسينها في النادي وفي القطاعات المختلفه، فاعتقد ده يدي مور تايم ووقت كافي ان الكابتن محمود يكمل الانجازات اللي هو شغال فيها، سواء في مدينه نصر او في الشيخ زايد او في المشاريع الاخرى. مظبوط، في حاجات كتير اتعملت كويسه، تغيير النادي وشكل النادي، والفريق الاهلي الاول برضه حقق بطوله الدوري، لا في انجازات طبعا. انا شايفه ان ده لمصلحه النادي، لان كده بيبقى في استمراريه في الاداء، لان هو عمل حاجات كويسه في النادي، واحنا نتمنى ان هي تستمر بدل التغيير، ما يعني والتجديد مش وقته يعني. احنا نفسنا كل الحاجات الجميله اللي بتتعمل دي تفضل موجوده على طول يعني. الاهتمام بكل حاجه في النادي، وانا بلعب ايروبكس، فهم برضو مهتمين بينا في الايروبكس، وعملوا لنا قاعه جديده، وبيبقى لنا شكاوي بيستجيبوا ليها، فدي حاجه كويسه. وعاملين جيم جديد تحفه بصراحه، مستوى حلو قوي، فاحنا نتمنى ان كل الحاجات دي تفضل مستمره وتتطور كمان يعني. مش عايزين في المرحله الحاليه، مش محتاجين تجديد بصراحه يعني، طالما الاداء جيد فهو ده اللي احنا عايزينه يعني. مهندس محمود طاهر عامل كل حاجه حلوه للنادي الاهلي، الملاعب بتاع الاطفال، الحمامات، كل حاجه حلوه، والكراسي، كل حاجه حلوه. في انجازات طبعا، اكيد في انجازات 100%، في انجازات، وخصوصا في مدينه نصر اللي انا متابعه يعني. الحقيقه في مدينه نصر انجازات كبيره، قرار في محله جدا. باشمهندس محمود عمل استقال النادي، عمل استقال الفريق، الفرع بتاع 6 اكتوبر عمل فيه انشاءات ضخمه جدا، التجديدات والانشاءات اللي موجوده في فرع مدينه نصر ما حدش يقدر يختلف عنها. الفريق الاول ماشي بخطى ثابته، بيحصد كل البطولات، ما فيش بطوله الا ما بياخدها او بيحقق فيها انجازات، فده بقاء باشمهندس محمود في انجاز كبير للنادي الاهلي. يمثل لي تجديد للثقه، وهو المهندس خالد عبد العزيز على درايه بالتفاصيل اللي بتحصل في النادي الاهلي والتطورات بتحصل كاداره نادي داخليا لخدمه اعضائه ولتطوير المباني والمنشات والملاعب والاهتمام بالالعاب غير الكوره ومدارس الالعاب الفرديه والجماعيه زي الطايره والسله والباسكت، الملاعب الجديده اللي احنا شايفينها هناك ونقلها. وبصراحه لا، في تطور، وفي غرف خلع الملابس، والاهتمام بالسيدات كمان، والانشطه والاكتيفيتي الموجوده. فده بيؤكد ان الاداره الحاليه اداره فاهمه متطلبات واحتياجات الاعضاء وشغال عليها في هدوء يعني. لا والله حلو، لا انا بصراحه حاسه في تغيير جامد. احنا الاول كنا طبعا كان في حاجات كتير مقصرين فيها المديرين زمان، كانت اهمهم جدا الاهتمام بنشاطات بتاعت الاطفال او الاماكن اللي ممكن الاطفال تلعب فيها. منهم الاول كانت ما اعرفش حد عارف انه كان الاول كان في منطقه الالعاب كانت كلها رمل، وكانت طبعا قديمه جدا، واللعب كانت حديد لا بصراحه بقاله فتره منطقه الالعاب دي غيرت اساسا جو النادي كله، وحتى هو كل شيء يغير ارضيات يغيروا يعني، حاسه في تجديد. هو قرار كويس وحكيم برضو. انا كعضو في النادي الاهلي يعني
مبسوط لان كنادي اجتماعي بصراحه باشمهندس محمود طاهر ليه انجازات جوه النادي بصراحه. انشائيا عمل منطقه العاب كويسه جدا للاطفال، تجديد الحمام السباحه بالمرافق بكل الكلام ده، يعني بصراحه في طفره في الانشاءات في النادي، يعني احنا كل الاعضاء يعني لامسين النقطه دي وحاجه كويسه يعني الحمد لله. المهندس محمود طاهر خليه هنا في النادي. اهلا بحضراتكم، راي حضرتك عايز اضيف حاجه ربما يعني شوف اللي يسعدك بقى ويحسسك بقيمه النادي الاهلي وجمعيته العموميه، ان موقف الجمعيه العموميه فيما كان يتردد مؤخرا لعوده المجلس كاملا او لعوده عدم استقرار النادي الاهلي، انك تلاقي اللي كانوا في على الضفه الاخرى من نهر النادي الاهلي، لان انا ما بعتبرش ان احنا خصوم يعني. اذا كنت انا اقف على هذه الضفه فمن يختلف معايا في الرأي بيقف على الضفة الأخرى. الله. اللي أنا دايما يعني حلو قوي بيسموهم التعبير ده صحيح. حلو قوي. لأن كلا الضفتين يحرس مجرى النهر اللي اسمه النادي الأهلي، النهر العظيم ده. تمام. اللي هي ممكن أن نطلق عليها مجازا في السياسة المعارضة. تمام. كانت مصطفى مع 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 الجمعية العمومية تكاد تكون كتلة. ولذلك أنا هنا لابد يعني على سبيل المثال الدكتور وليد الفيل. وليد الفيل كان في قائمة القائمة المنافسة للمجلس الإدارة الحالي، لكن وليد الفيل حينما استشعر خطرا اصطف، كان أول المصطفين دفاعا عن النادي الأهلي ودفاعا عن بقاء المجلس ودفاعا عن استقرار النادي الأهلي. ده الواجب وده الطبيعي وده نموذج بقى. عشان كده أنا بقول لك لو بتسالني امنياتي ايه، اللي بشوفه النادي الاهلي اشوفه في مصر كلها، اشوفه على مستوى مصر، على مستوى العمل العام في مصر كلها، على مستوى العمل السياسي في مصر كلها، ان يبقى كده النادي الاهلي. يعني انا بتمنى ان الناس ما تبصش النادي الاهلي فريق كوره زي ما انا بقول، تيجي تتفرج على جمعيته العموميه، تيجي تتفرج على اداء الكتله اللي اسمها جمعيه العموميه النادي الاهلي، اللي هي ما تقدرش تطلع بره جمهوره لان في حارس كبير واقف بره اسمه جمهور النادي الاهلي. احنا اعضاء الجمعيه بيتاثروا بيه طبعا وبينقضوا بيه، ولذلك هم نبضوا صوت. انا بما ان انا واحد من المؤمنين بالدور التاريخي للزعيم جمال عبد الناصر، هو كان دايما له مقوله كده، كان دايما يقول الشعب هو القائد والمعلم، هو صاحب البلد طبعا، وبالتالي ده عملته الجمعيه العموميه في النادي الاهلي، احنا اصحاب الاهلي واحنا اللي نقرر. وهنا لما استشعروا خطر ما بقاش فيه هنا واحد معه ولا واحد ضد، في خطر على النادي الاهلي كل الناس اصطفت دفاعا عن النادي الاهلي ككيان. زي انا قلت لحضرتك النادي الاهلي قيمته انه كيان انساني، ولو انا اتكلمت عن تقدير النادي الاهلي الكيان الوطني ده يعني اذا جه وقت هبقول لك وجهه نظري. طبعا يعني الحديث معاك ممتع يا فندم، ان شاء الله طبعا هيبقى لنا لقاءات كتير قوي ان شاء الله. ان شاء الله. بس قول لي شايف ان شاء الله مستقبل النادي الاهلي مع المهندس محمود طاهر شايفه ازاي؟ انا على فكره شهادتي في المهندس محمود طاهر مجروح. لا 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 حضرتك، ما انا هقول لك بس هقول رايي طبعا، انا ما ادريهوش يعني، يمكن المهندس محمود طاهر انا اعرفه على المستوى الشخصي، احنا اصدقاء لاكثر من 20 سنه يعني، ازعم ان احنا بينا موده وصداقه واخوه كبيره جدا. هو على المستوى الانساني يعني يمكن اللي ربطنا ببعض مستواه الانساني الراقي كمحمود طاهر، مش عايز اتكلم عن صفاته الشخصيه كراجل، مش عايز افضح سره مع ربه يعني كراجل خير وكده، لكن انا شخصيا ممن سيلحون على محمود طاهر يترشح، لانه اذا كان بدا مزيره انجازات يصبح عليه ان يكمل ما بداه طبعا. ويعني وخلينا نبقى واضحين يعني، ربما كثيرين في الاعضاء او في الجمعيه العموميه، انا ما بفرقش دايما بين الجمعيه العموميه والاعضاء، كلنا اهلاويه، كلنا اولاد الاهلي يعني، كلهم كانوا حاطين ايديهم على قلبهم، هم خلاص كانت بدات صوره الايقونه، ايقونه الاهلي على مدى تاريخه، صالح سليم ايقونه الاهلي على مدى تاريخه، هذا كلام ما فيش فيه جدال يعني. وعشان كده زي انا ما قلت لك كان في تصور عند البعض انه اصبح ارثا للاعيبه الكوره، بس مش كلهم صالح سليم على اي حاجه.
فلما كسر التابو ده المهندس محمود طاهر، تابو التوريز ده على النحو اللي انا قلت لك عليه بالظبط، بدات كتير ناس تخوف، لان الاهلي الجمهور الاهلي ما بيعرفش غير الانتصارات وما بيعرفش غير ان الاهلي بقى البطل، ما بيعرفش غير ان الاهلي بقى بطل الدوري وبطل الكاس وبطل العالم كمان، ما بيرضوش بقل من كده. يعني احنا نادي ما نعرفش يعني ايه رقم 2 في الدوري ولا رقم 2 في الكاس. ده السؤال اللي طرحته في بدايه الحلقه بتاعتنا. لا ما نعرفهاش، مش في لغتنا يعني. يعني رقم 2 ده مش عندنا بالزبط. احنا عندنا رقم 1 بس بالزبط. ده اللي احنا عارفينه. يعني احنا ما بنقدرش نعد غير 1 بالظبط. ما نعرفش بعد 1 تقول لي بعد 1 رقم كام في بخصوص النادي الاهلي؟ لا ما بعرفش بعد 1 كام. هو ده النادي الاهلي معودنا عليه، وان شاء الله يعودنا عليه يا سياده العميد. يعني بصراحه الحديث معاك ممتع، والوقت بتاعنا للاسف يعني خلص. ربنا يخليك، انا بشكرك جدا. ربنا يخليك رب. وبشكر كل القائمين على القناه، وانا هوجه رساله لكل القائمين على القناه. اتفضل. وهوجه رساله ايضا لصديقي العزيز واخويا استاذ جمال العاصي. البدايه مبشره، لكن احنا كاهلاويه ما بنشبعش انتصارات ولا بنشبع ترقي ولا بنشبع تقدم ولا بنشبع تطور. اخوانا بتوع القناه أكيد. وانت واحد منهم استاذ جمال العاصي، انا بقول لك اهو علشان احنا، انت عارف احنا دايما الاهلاويه ما بيعرفوش غير لغه الامتياز، ما بيعرفوش حاجه ثانيه. اكيد. ويعني طبعا حضرتك معاك حق. الاهلي وبرزنتيشن وجهان لعمله واحده اسمها عمله النجاح. ان شاء الله مستنيين قوي الكتير منهم. سياده العميد شرفتني ونورتني، وان شاء الله يبقى لنا لقاءات عديده. ربنا يخليك ان شاء الله. والاهلي هيبقى الاهلي، والاهلي فوق الجميع، مفيش كلام. الاهلي فوق الجميع. خليكم معانا وتابعونا. معايا بعد كده النجم محمد فاروق، استنونا استاذ الاهلي. شكرا جدا.